نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا. وفق المسؤولين فإنه من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات صواريخ طويلة المدى لأول مرة، وذخائر وأسلحة أخرى سيتم تقديمها لكييف. وبكييف تنتظر الرئاسة الأوكرانية هذه الحزمة وسط توقعات بأن تساهم بتحويل مسار هذه العمليات العسكرية. وفي نفس هذا السياق إذن تقود أوكرانيا مساعي ومفاوضات نشطة لإلغاء قرارات منع نقل الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا قال إن هذا النوع من الأسلحة ليس سلاح تصعيد بل دفاع وردع، وأضاف أنه أصدر التعليمات لجميع الدبلوماسيين الأوكرانيين في العواصم الرئيسية لجعل تحقيق هذا الهدف أولوية. إذن أثار إمداد أوكرانيا بهذه المقاتلات وبالسلاح النوعي أثار إذن نوع من التناقض إذن حول ذلك في التصريحات الغربية، أبرزها في هذا التقرير نتابع. أيضا نبقى بنفس هذا الملف، إذن توقع وبعد إعلان واشنطن عزمها تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى جاء التحذير الروسي، حيث حذر الكرملين من أن تسليم أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى سيفاقم هذا الصراع وسيزيد مستوى التصعيد، إلا أنه لن يغير من مسار الأحداث. من جانب آخر حذر الكرملين من استمرار حلف الناتو في توظيف جميع أجهزته العسكرية والاستخباراتية للإضرار بروسيا.